اول معتقد نبغيو نحيدو هو ان اللحم ما عندوش علاقه مع السكر، هذه الاولى. ثاني حاجه، ملي كنهضروا على اللحم فرحنا دائما كنهضروا على ان الكميه ديال اللحم، الا كنا كنعنيو بها البروتينات فرحنا دائما كننصحوا بان اللحوم تكون واحد الكميه اللي معقلنه اللي حنا كنتناولوها على طول العام. علاش؟ لانه رتبت على انه كاين واحد المجموعه من الدراسات وابحاث ولا مجموعه ديال منشورات علميه اللي تبتات على انه ربما تكون الكميه اللي حنا الا تناولناها بكثره تقدر تكون مسرطنه. مثلا الناس اللي كيقول لك انا عندي السكري غناكل المعزي ولا ما ناكلش الغرمي ولا ناكل، فنقدر نقول لهم على انهم راهم فحال فحال. الفرق فين كيكون؟ في الكميه ربما ديال الدهون اللي قد تقدر تكون فيهم، وهاد الدهون هيمت اشنو كيمتى كتقدر تكون الفرق بيناتهم. الا كان كيسرح، يعني الا كان طارقين وكيسرح وما كنديروش ليه هذيك اللي حنا كنسميوها لونغريسمون، يعني حيت كيجي واحد الوقت كنبداو نسمنوا في الاغنام ديالنا، تقدر تكون معزي ولا غنمي. الا كانت بجوجهم تعرضوا لهذا لونغريسمون ولا التسمين فراهم من ناحيه صحيه راهم فحال فحال. يعني كخلاصه كنقدر نقول لهم الا ما تناولوش لحوم يقلبوا على مصادر ديال البروتينات راه كتبقى ضروريه واساسيه، الا تناولوا اللحوم يشوفوا المصدر ديال اللحوم اللي هي صحيه، وكذلك يتحكموا ما امكن في الكميه اللي غيتناولوها. بالنسبه للطريقه ديال الطهي ديال اللحوم فكذلك كتخلينا ناثروا سلبيا ولا ايجابيا على مختلف المكونات ديالها، لا من البروتينات لا من الدهنيات لا من مكونات اخرى. كتبقى بطبيعه الحال احسن طريقه للطهي ديالها هي فاش كنبخروها مثلا، ولكن كيبقى الطريقه اللي من الاحسن ان احنا ما امكن نحاولوا نتفاداوها هي القلي. الناس اللي عندهم مشاكل على مستوى ديال الكلى، وكما كنعرفوا هذا المشكل ديال الكلى تقدر تكون من المضاعفات ديال الناس اللي عندهم داء سكري اللي غير متوازن واحد المده زمنيه كبيره. يعني هذه المضاعفات المعروفه عند الناس اللي عندهم داء سكري، وبالتالي فهاد الناس هادو كننصحوهم على انهم يعيدوا النظر في الكميه ديال اللحوم اللي هما كيتناولوها، بحكم على انها تلزم واحد الجهد اضافي من الكلى، كتضعفهم شويه كتعيهم شويه.